نشرة الأخبار. مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. في نشرتنا اليوم، انطلاق العمليات الانتخابية للاستحقاق الرئاسي 2024 بالتسجيل الآلي لكل الناخبين في الداخل والخارج من غير المسجلين. والهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن الرزنامة الانتخابية وشروط الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة. اليوم انطلاق دورة التوجيه الجامعي للمتفوقين في امتحان البكالوريا. في شؤون الشرق الأوسط، الإدارة الأمريكية تعلن استئناف مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين حماس وسلطات الاحتلال اليوم في الدوحة. تنطلق اليوم العملية الانتخابية للاستحقاق الرئاسي المقرر في 6 أكتوبر القادم بالتسجيل الآلي لكل الناخبين في الداخل والخارج من غير المسجلين، مع إضافة من سيبلغ سنهم 18 سنة كاملة يوم 5 أكتوبر القادم، وتتوفر فيهم الشروط التي يحددها القانون الانتخابي. وتوضع القائمة الأولية للناخبين على ذمة العموم بداية من يوم غد السبت إلى غاية بعد غد الأحد 7 جويلية، على أن يتم تقديم مطالب الاعتراض يومي 8 و9 جويلية والإعلان عن قرارات الهيئة يوم 12 جويلية الجاري. وأعلن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في نقطة إعلامية مساء أمس رزنامة الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر القادم، عقب المصادقة عليها وعلى تنقيح القرار الترتيبي المتعلق بقواعد الترشح. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر: تنطلق الفترة الانتخابية يوم الأحد 14 من شهر جويلية 2024، وتمتد إلى حين الإعلان عن النتائج النهائية. يتم التسجيل الآلي لكل الناخبين بالداخل والخارج غير المسجلين إراديا يوم الجمعة 5 جويلية 2024. يفتح باب إيداع الترشحات للانتخابات الرئاسية ابتداء من يوم الاثنين 29 جويلية 2024، ويغلق يوم الثلاثاء 6 من شهر أوت 2024. وتبت الهيئة في الترشحات للانتخابات الرئاسية في أجل أقصاه يوم السبت 10 من شهر أوت. يتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في أجل أقصاه يوم الأربعاء 9 أكتوبر، وتتولى الهيئة التصريح بالنتائج النهائية وفي أجل لا يتجاوز يوم السبت 9 نوفمبر. إذا لم يتحصل أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة، يتم تنظيم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين، يتقدم إليها المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى. كما أعلن رئيس الهيئة الشروط الواجب توفرها في المترشح للانتخابات الرئاسية وشروط المتعلقة بالتزكية الخاصة بالمترشحين: أن يكون ناخبا مسجلا في سجل الناخبين، أن يكون تونسي أو تونسية غير حامل لجنسية أخرى، مولود لأب وأم، وجد لأب وجد لأم تونسيين وكلهم تونسيون دون انقطاع، أن يكون دينه الإسلام، بالغا من العمر 40 سنة كاملة على الأقل يوم تقديم ترشحه، أن يكون متمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية، أن لا يكون قد تولى منصب رئيس الجمهورية لدورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين، أن لا يكون مشمولا بأي من صور الحرمان التالية: أولا فقدان صفة الناخب، ثانيا فقدان الحق في الترشح المترتب على الإدانة من أجل الجرائم المنصوص عليها بالفصلين 161 جديد و 163 جديد من القانون الانتخابي والفصل 30 من المجلة الجزائية. تشترط تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة أو من الناخبين المسجلين، تتثبت الهيئة من قائمة المزكين وصحة الإنذارات وجميع البيانات المطلوبة في نموذج التزكية بكل الوسائل المتاحة قانونا، ويمكنها نشر قائمة المزكين لتمكين الناخبين من الاطلاع عليها وتقديم اعتراضاتهم عند الاقتضاء. وبخصوص شرط تقديم الترشح بصفة مباشرة في مقرات الهيئة، أكد رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر أنه يشترط تقديم التعريف بالإمضاء على مطلب الترشح والتصريح على الشرف واعتماد توكيل قانوني.
كل مترشح يستجيب للشروط ويدلي بالوثائق كاملة والتزكيات سليمة سوف يقبل. الشكليات التعريف بالإنفا في مطلب الترشح وفي استمارة التصريح على الشرف موجود في حالة أن المترشح لا يتقدم شخصيا لهيئة الانتخابات لتقديم ترشحه. وطبعا يجب يكون ثم توكيل قانوني مبرم تبقى الصيغة القانونية، توكيل لشخص يقدم هذا المطلب في حق المترشح. الموانع الجديدة، كل من تسلط عليه حكم يتعلق بتقديم عطايا نقدية أو عينية للناخبين، يعني ما يعرف برشوة الناخبين، ويكون ثم حكم راه يحرم من الترشح لعشر سنوات. أيضا كل من تسلط عليه حكم في التمويل الأجنبي أو مجهول المصدر تبقى فصل 163 يحرم من الترشح مدى الحياة. الوثائق الإدارية التي تثبت نقاوة السوابق العدلية في هذه الأحكام هي البطاقة عدد 3، وهذاك علاش اشترطناه. كما أعلن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر الانطلاق اليوم في مراقبة الفضاء العام لضمان سلامة المسار الانتخابي والتصدي لخطابات العنف والكراهية وانطلاق مراقبة تمويل المترشحين المحتملين. الهيئة تشرع في رقابة الفضاء العام في كل ما له علاقة بشأن الانتخابي بهدف إنفاذ القانون على كل المظاهر المخلة بسلامة المسار الانتخابي، وخاصة التصدي لخطابات الدعوة إلى العنف والكراهية والتعصب والتمييز أو تضليل الناخبين ونشر الأخبار والإشاعات الكاذبة أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية. كما ستشرع الهيئة مباشرة وبالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية في رقابة تمويل الحياة السياسية في هذه الفترة، لا سيما تمويل أنشطة المترشحين المحتملين والأحزاب السياسية والجمعيات ذات العلاقة بالشأن الانتخابي. في شأن وطني آخر، تداول مجلس الوزراء في اجتماعه أمس بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني في جملة من مشاريع القوانين والأوامر، من بينها مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها، من ذلك إلغاء تجريم إصدار شيك دون رصيد يتضمن مبلغا يساوي أو يقل عن 5000 دينار، وتسوية وضعية المحكوم عليها أو من كان محل تتبعات قضائية من أجل جريمة إصدار شيك دون رصيد مع توفير ضمانات للدائن. كما تداول المجلس في عدد من مشاريع الأوامر، من بينها مشروع أمر يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل، ومشروع أمر يتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون. تنطلق اليوم دورة التوجيه الجامعي للمتفوقين في امتحان البكالوريا على أن تعلن نتائجها في 9 جويلية الجاري، وللمشاركة في هذه الدورة يشترط الحصول على معدل 16 فما فوق في الدورة الرئيسية للبكالوريا في كل شعب باستثناء شعبة الأداب التي يشترط فيها الحصول على معدل 14 فما فوق. مدير التوجيه والإعلام بوزارة التعليم العالي سهام بوراس: دورة المتفوقين تعمير من 5 إلى 7 جويلية. بالنسبة للمعهد العالي للدراسات العلمية والتقنية بتونس، نوع البكالوريا شعبة الرياضيات 120 مقعد. بالنسبة لفرنسا فما 2 مقاعد للأداب. بالنسبة لبكالوريا رياضيات، مرحلة تحضيرية رياضيات فيزياء علوم الهندسة، 6 منح للذكور و6 منح للإناث. بالنسبة للمرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية فيزياء كيمياء، 2 مقاعد للذكور و2 مقاعد للإناث. بالنسبة لألمانيا شعبة الرياضيات 4 مقاعد في هانوفر و4 مقاعد في هايدلبرغ. العلوم التجريبية 2 مقاعد في هانوفر ومنحة في هايدلبرغ. بالنسبة للاقتصاد والتصرف، منحة في هايدلبرغ. العلوم التقنية 2 منح هانوفر و2 منح هايدلبرغ. بالنسبة للعلوم الإعلامية، منحة في هانوفر. على صعيد آخر، تم الاتفاق على تقديم منح جامعية لمتابعة الدراسة في الجامعات بالصين لفائدة الناجحين في البكالوريا وتوفير دعم مادي من الجانب الصيني لتطوير برنامج تدريس اللغة الصينية في تونس، وذلك خلال لقاء جمع أمس المدير العام للتفقدية العامة لبيداغوجيا التربية فتح محمد بمديرة معهد كوفنفشيوس الصيني بتونس رو شين. أعلنت شركة الوطنية للسكك الحديدية إلغاء السفرات الليلية بالخط أو تونس بوغطفة، وذلك ابتداء من اليوم الجمعة 5 جويلية وإلى غاية 24 جويلية، وذلك نظرا إلى الأشغال الجارية على مستوى الخط تونس القبعة. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي إن.
شؤون الشرق الأوسط، أعلنت الإدارة الأمريكية أن مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين سلطات الاحتلال وحركة حماس ستستأنف اليوم. ووفق هيئة البث العبرية، فقد وافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس على إرسال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الموساد للدوحة على رأس وفد تفاوضي لاستئناف المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس غدا، إعلان الحركة أنها تبادلت مع الوسطاء أفكارا جديدة لإنهاء الحرب. في الأثناء تتواصل المعارك محتدمة في محاور التقدم في غزة بين عناصر المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الذي أقر بمقتل 13 ضابطا وجنديا خلال أسبوع. وفي اليوم 73 بعد 200 من العدوان الصهيوني على قطاع غزة، كثفت آليات الاحتلال قصفها برا وجوا، مستهدفة مخيم نصيرات وعددا من الأحياء في مدن غزة وجباليا ورفح وخان يونس، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، في حين حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من تداعيات كارثية على المرضى والمصابين في مجمع ناصر الطبي بسبب نفاذ الوقود. وفي الضفة الغربية المحتلة، أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح مصادقة سلطات الاحتلال على إقامة أكثر من 5000 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن هذا القرار ينتهك القوانين والقرارات الدولية التي تعتبر الاستيطان غير شرعية وجريمة حرب. إقليميا، قصف حزب الله أمس بأكثر من 250 صاروخا مواقع عسكرية صهيونية في الجليل والجولان السوري المحتل، ردا على اغتيال أحد أبرز قادته العسكريين أمس الأول في غارة جوية جنوب لبنان. وفي اليمن، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ليلة أمس تدمير زورقين مسيرين وموقع رادار لجماعة أنصار الله الحوثي خلال 24 ساعة الماضية، فيما أكد الحوثيون استهداف 162 سفينة شحن صهيونية أو مرتبطة بالكيان المحتل في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي منذ نوفمبر الماضي. بهذا نصل مستمعينا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا تذكير بعناوينها. اليوم انطلاق العملية الانتخابية للاستحقاق الرئاسي 2024 بالتسجيل الآلي لكل الناخبين في الداخل والخارج من غير المسجلين. والهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن الرزنامة الانتخابية وشروط الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة. اليوم انطلاق دورة التوجيه الجامعي للمتفوقين في امتحان البكالوريا. وفي شؤون الشرق الأوسط، الإدارة الأمريكية تعلن استئناف مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين حماس وسلطات الاحتلال اليوم في الدوحة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.